كل أسبوع عندي تحدي باللوك، بهتم بالتفاصيل وخاصة شعري، حسب الأغنية أعمل ستايل، أشوف نفسي إنه خلاص كل شيء تمام، أحس بفخر وأحس إني أنا فنان. أبدأ أتدرب وأعمل مصل إكسرسايز، أغني هاي نوتس لين ما أشوف إنه الحين تمام وكل شيء خلاص يلا. اللحظات الأخيرة قبل المسرح أتوتر وأخاف أني أخيب أمل الجمهور، عشان كذا أنا أتصل بوالدة. بالتوفيق، أنت مبدع دائما. الله يخليك، شكرا. ما أرتاح وأحس نفسي في البيت. اليوم راح أغني وأقدم أحسن ما عندي، لأن إحنا في مرحلة الحسم وأنا أبى أوصل لآخر المشوار.